مقابله قويه 19 تفوزوا وتفرحوا جميع الجماهير المغربيه. الحمد لله كما عرفتوا انا المقابله ما غتكونش سهله حتى الخصم الكوري كان هو خسر الماتش الاول، يعني حتى هو كان طامع انه يربح هذه المقابله، مي حنا ما بغيناش نحطوا ايدينا كما قلت لكم في الاول اننا ما نحطوش ايدينا، كما كتعرف كانوا جوج مقابلات دابا بقات لنا واحده ان شاء الله. تقاتلنا في التيران، عطينا لكل المجهد ديالنا، وبهذه المناسبه كنبغيو نهديو الفوز لصاحب الجلاله محمد السادس، الله يشافيه لينا والله يخليه لينا وديما مغرب. رسالتك للجماهير المغربيه؟ الجماهير المغربيه ديما كنقول لهم كنحبهم بزاف لانهم ما بخلوش علينا، كما شتي اليوم الجمهور حاله لاعبين في بلادنا الحمد لله، ديما كيجيو يساندونا، وكنبغي نقول لهم ديما يبقاو معنا حتى لاخر لحظه، حتى هما ما بخلوش علينا، واخا خسرنا ما بخلوش علينا، تنبغي نشكرهم بزاف.